مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من السفيره عزيزه، وان شاء الله يا رب يكون يوم خير وبركه على حضراتكم. واسلم بقى على حبيبتي العائده من الحج، الحاجه رضوى. اهلا حبيبتي بيكي، الحمد لله حبيبتي على يا شيري، السلامه. الله يسلمك الله يسلمك يا حبيبتي، عقبالك يا رب يا رب امين ان يا شاء رب الله، وربنا يكتبها يا رب لكل حد بيتمناها باذن الله يا رب يا يا رب. رب. النهارده الحقيقه يعني من الصبح كده تابعنا خبر، هو مش جديد، احنا بنسمع للاسف مؤخرا حكايه انهيارات العقارات دي في اكتر من منطقه، لكنه دايما بيكون خبر صادم وحزين. الحقيقه ان النهارده الخبر جاي من منطقه حدائق القبه، صباح اليوم في عقار انهار راح ضحيته لغايه دلوقتي حسب الرقم اللي معلن الى الان، لان حضراتكم عارفين ان بيكون في محاوله انقاذ واجلاء للركام وما الى ذلك، فالاعداد بتكون مش دقيقه قوي في الساعات الاولى. راح ضحيه هذا الانهيار تقريبا 8 اشخاص، حادث صعب، ربنا يا رب يلطف بعباده زي يا ما رب بيقولوا، يرحم كل من توفي ويعني يكون في عون المصابين واللي فقدوا منزلهم في أيام صعبة. الناس كلها بتدعي ربنا كده ان هو يعني يجملها بالستر ايوه زي ما يا رب بيقولوا يعني. صحيح، ربنا يرحم كل الضحايا، وبنتمنى طبعا كل الشفاء للمصابين بإذن الله. الحقيقة انه يعني بيكون مهم جدا جدا في الاوقات اللي زي دي ان يكون في مساندة وتكون سريعة يا رضوى، لانه طبعا في المصايب الكبيرة اللي زي دي الناس بتبقى في 100 ألف فكرة بتلف في دماغها، طبعا ما بين الفقد لعزيز او القلق على مصاب وما بين التفكير في احنا هنروح فين، بالظبط يعني أصعب ابسط حاجة اقصر أصعب واول سؤال بيجي في ذهنك يعني. فالحقيقة ان كان في تحرك سريع من جانب التحالف الوطني اللي اعلن من وقت قليل عن تقديم الدعم اللازم للاسر المتضرره، وده من خلال صرف تعويضات ماديه عاجله بقيمه 50 ألف جنيه لاسر كل متوفى، وصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المصابين في حادث انهيار العقار. والحقيقه ان الخطوات دي بتكون مهمة جدا جدا، الدعم النفسي ده والإحساس إنه الناس دي مش لوحدها، خطوة مهمة جدا بتفرق في حياة ملايين الأسر، وده اللي بيعمله التحالف من ساعة ما انطلق في 2022 في شكل كيان موحد بيجمع 34 جمعية ومؤسسة أهلية. كان كل واحد بيشتغل بشكل لوحده منفرد بالظبط، لكن بقى تحت مظلة واحدة، وأصبحت واحدة من أكبر مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر. صحيح صحيح يا شيرين، الحقيقة أنه يعني في إطار الحادث طبعا اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ده، يمكن متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعني كانوا موجودين جنب الأسر، موجودين طبعا علشان يقدموا الدعم والمساندة. والحقيقة أنه وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي يعني هو بيقوم بدور كبير جدا في فكرة توحيد الجهود، أننا ما نشوفش كل جمعية أهلية بتشتغل لوحدها، اننا ما نشوفش كل مجموعه متطوعين بيشتغلوا لوحدهم، لا بيتم تحديد الـ الاسر المحتاجه او الـ يعني الاكثر احتياجا والمفترض انها تستفيد من الدعم المقدم ده بمختلف اشكاله، وبيتم التواصل معاها من جانب طبعا التحالف بكياناته المختلفه الحقيقه، لانه بيضم عدد كبير جدا جدا من الكيانات على راسها طبعا يعني مؤسسه حياه كريمه، وطبعا مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، كمان جمعية الأورمان وبنك الطعام، مؤسسة مصر الخير ومؤسسة صناع الخير، كمان الحقيقة مؤسسة مجدي يعقوب للقلب والمعهد القومي للأورام، طبعا كمان مستشفيات جامعة القاهرة المختلفة برضو بيضمها التحالف. الحقيقة يا شيرين انه من خلال الدور اللي بيقوم بيه التحالف بنشوف الدعم الصحي والدعم الغذائي والدعم الزراعي والدعم المادي ويعني والعيني طبعا، زي ما انت اتكلمتي كمان النهارده اهو عن الحادث الخاص بالعقار، فالدور كبير طبعا بيقوم بيه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. والحقيقة ان احنا حابين نعرف تفاصيل اكتر ونناقش اكتر يعني دور التحالف في طبعا يعني أزمات زي مختلف دي، الازمات صحيح بالظبط،
فمعانا على التليفون الأستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء الخير يا فندم، مع حضراتكم. أهلا بحضرتك. أولا يعني احنا جميعا ممتنين جدا لكل الجهود الكبيرة اللي انتوا بتعملوها في التحالف، وعايزين نبتدي يعني بالأحدث، فكرة انه يكون في مساعدات بتقدم سواء من أصيب أو من توفي، لأسر يعني من توفي في حادث زي حادث العقار. يعني احنا كنا بنشوف ان التحالف بيدخل في حاجات تانية زي ما شفنا كتف في كتف بالظبط، يعني كان أشكال أخرى، لكن الشكل ده من الأزمات زي انهيارات العقارات والتحرك السريع، وان يكون في الساعات الأولى إعلان عن مساعدات وبقيم محددة، هل ده شيء جديد ولا انتوا بقالكم فتره بتشتغلوا كمان في النوع ده من الازمات؟ يعني خليني في البدايه اشكر حضراتكم على اتاحه الفرصه ان احنا نوضح الجهود اللي يقوم بيها اعضاء اتحاد الوطن العام للاهلي التنموي. في الحقيقه ده مش اول مره يكون في تدخل سريع من فريق التدخل السريع والاغاثات من اعضاء الاتحاد الوطن العام للاهلي. احنا يمكن من اول لحظه كان كل فرق المؤسسات اعضاء الاتحاد الوطني موجودين في محيط الحادث، او اولا تعازينا طبعا للاسر المتوفيه ولل يعني الشفاء العاجل للمصابين، وان شاء الله يعني الموضوع يكون في رعايه ليهم بشكل كامل، سواء للاسر لذويهم توفوا او للاصيبوا. التحالف رصد مبالغ وتعويضات سريعه في نفس اللحظه، في رصد دلوقتي لكافه احتياجاتهم من الاسر اللي موجوده داخل المستشفى او المنطقه المحيطه. اجهزه الدوله المعنيه بتقوم بشكل سريع في البحث عن اي مفقودين او اي ناس تحت الانقاض. الحقيقه يمكن حصل ده في موقف قبل كده في الدقهليه وفي بعض المحافظات الاخرى، في اداره كامله داخل التحالف الوطني للدعم السريع والتدخل في الامور الطارئه او الكوارث لا قدر الله، زي ما حصل وقت ازمه الكورونا. كان كل اعضاء التحالف يمكن ما كناش بشكل رسمي موجودين، لكن كنا كلنا بنتواصل بشكل يمكن فردي مع بعض عشان ننسق الجهود. النهارده بقى في قانون بينظم عمل التحالف. بحب اشكر مجلس النواب المصري على هذا الدور العظيم، وبالاجماع ان يكون في موافقه على هذا القانون. القانون بيسمح لينا بمباشره اعمالنا وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات واتاحتها لكافه الاعضاء، سواء الجهات الاعتباريه اللي بتقدم خدمات تنمويه وخدمات اجتماعيه او منظمات المجتمع المدني. ده مش نشاط وحيد داخل التحالف، التحالف بيقوم على عده انشطه وتدخلات، منها التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والقوافل الطبيه، وزي ما حضراتكم ذكرتم في المقدمه قد ايه بيتمتع اعضاء التحالف بتنوع في انشطتهم، بميزات تنافسيه ما بينهم وبين بعض في الانشطه. لدينا مستشفيات خيريه تخضع او تشرف عليها جمعيات من اعضاء التحالف. لدينا ايضا مشروعات تمكين اقتصادي وفروع منتشره لأعضاء التحالف على مستوى الجمهورية، بنضم الآن 34 مؤسسة وكيان طبعا خدمي وتنموي داخل التحالف. هي كيانات كلها كيانات كبيرة طبعا يا أستاذ مصطفى، وده يخليني أسأل حضرتك عن فكرة توحيد الجهود وأهميتها. يعني يمكن إحنا كنا قبل التحالف طبعا كل المؤسسات دي بتشتغل بشكل فردي، ففكرة أنه الجهود يتم توحيدها ويتم كمان يعني إيجاد قاعدة بيانات كاملة لكل المستحقين، قد إيه ده مهم وقد إيه ده فرق مع كمان الأسر اللي بيتم تقديم المساعدات والدعم ليها بمختلف أنواعه وأشكاله؟ كلام حضرتك مظبوط جدا. إحنا كنا يمكن قبل توحيد جهودنا وتشبيك قواعد بياناتنا في الغرفة المركزية للتحالف الوطني العام للأهلي التنموي كنا بنشتغل بشكل الحقيقه فردي، واحنا صرحاء جدا في ان احنا كنا نعترف لبعض في الاجتماعات المغلقه ان تشبيك الجهود والمعلومات والبيانات في قاعده بيانات موحده ده شيء كنا كلنا بنتمناه وبنحلم به. اللي حصل ان احنا اول ما اجتمعنا من اكثر من 16 شهر الان بقى في قيمه مضافه للعمل الاهلي بيحصل على الارض.
بقى في عدم تكرار وازدواجيه لبعض المستفيدين. كنا ممكن ننزل قريه او اثنين او 10 معظمنا يوزع فيهم خدمات سواء في شهر رمضان الكريم او بعض المواسم زي موسم الشتاء او الاضاحي. بعض القرى الاخرى في مناطق متطرفه او مناطق حدوديه تحرم من تقديم هذه الخدمه او من الازدواجيه في تقديمها، وبالتالي بقى النهارده في عداله اكثر في التوزيع على المستحقين. بقى في هناك قواعد بيانات بالتبادل مع كافه اجهزه الدوله المعنيه، قادرين نشخص حاله الفقر وحاله العوز اللي ممكن تكون متواجده في بعض الاماكن الجغرافيه المنتشره على 27 محافظه. قادرين نشبك مع المبادره الرئاسيه حياه كريمه من خلال مؤسسه حياه كريمه ومن خلال اجهزه الدوله اللي بتنفذ هذه المشروعات اللي بتعادل قيمتها ما يقرب من 800 مليار الان في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه. بنكمل جهود الدوله في مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر وتمكين اقتصادي في وحدات انتاجيه مجمعه او في مشروعات فرديه بتوزع من كافه اعضاء التحالف. يمكن احنا لسه راجعين من يومين بالظبط من نصر النوبه ومن كومومبو ومن غرب اسوان من صناع الخير. من خلال التحالف الوطني كنا بنقيم مشروعات تنمويه انتاجيه تقدر ب 20 مليون و6 من عشره. دي اخبار جميله والله، يعني اللي حضرتك بتقولها لنا وجهود جميله، وهو ده اللي احنا دايما منتظرينه، ان يكون في تكامل بين مؤسسات الاهليه وايضا تعاون لصيق مع الدوله، لان هي بالتاكيد في النهايه هي يعني مسؤوليه مشتركه. صحيح. بين الطرفين. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس الامناء لمؤسسه صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. نخرج لفاصل سريع ونرجع نبتدي فقراتنا الكثيره والمتنوعه. أيوة. خليكم معانا. أمهات كتير قوي بتشيل هم أجازة الصيف رغم إنها بتبقى راحة من الصداع بتاع المذاكرة والدروس، لكن بيشيلوا هم هيعملوا إيه في الولاد في الصيف؟ هوديهم فين؟ هنطلع طاقتهم في إيه؟ وعند البعض بيبقى هم وصداع من نوع آخر يعني. لكن الحقيقة ضيفتنا في الفقرة دي قرروا إن هم يعملوا شيء إيجابي، مبادرة يوظفوا فيها طاقات الولاد ومواهبهم و يخلوهم كمان يعتمدوا على نفسهم، يحسوا بالمسؤولية، علشان لما الأب أو الأم يتكلموا عن إن هم بيتعبوا بيشتغلوا الفلوس الحياة المسؤولية، يبقى الولاد مترجمين ده وفاهمين الأهل بيتكلموا عن إيه، قد إيه بيفرق في شخصيتهم إن هم يقدروا تعب أهلهم، يعرفوا يعني إيه شغل، يتعلموا التعامل مع الناس ويبقوا حاسين بذاتهم، شخصيتهم تختلف وبتتغير وأكيد للأحسن، وتخرجوا كل الطاقة اللي عندهم في شيء مفيد بيرجع عليهم وعليكم بالفايدة. ضيوفنا النهاردة أصحاب مبادرة مهمة جدا، مبادرة خليهم يعتمدوا على نفسهم. أصحاب المبادرة دي نسمة مدحت وهبة عزت، أمهات قرروا أن هم يفكروا بشكل إيجابي ويستثمروا أجازة الصيف بشكل سليم، ومعانا أولادهم الموهوبين اللي عندهم افكار جميله. معانا جميله اسلام، معانا سيف عمر، مشاركين في التجربه دي بشكل عملي. منورينا كلكم، اهلا وسهلا. اجازه صيف سعيده، وواضح ان فيها شغل، مش هتبقى كلها لعب صح؟ مش اجازه تقليديه. اهلا بيكم، منورينا. اهلا بيكم. يعني نسمه وهبه، خلينا نبدا معاكم كده، و فكرة مختلفة لمبادرة مختلفة، والجميل ان انتوا شجعتوا اولادكم كمان ان هم يبقوا جزء منها. احكوا لنا اكتر، فكرة المبادرة جات لكم ازاي وجات لي مين الاول، يعني مين اللي قالت للتانية عليها؟ بصي، هي كانت ميكس ما بيني انا وهبة. هبة اوريدي كانت بتشتغل في حاجات قبل كده، وهي عندها شغلها الخاص وعندها ولدين، عندها سيف وزين. اوكي. وانا عندي جميلة. هي كانت بتفكر في حاجه وانا كنت بفكر في حاجه، احنا نعرف بعض من ايام الجامعه، بقالنا حاجه وعشرين سنه وخارجين اعلام، انا زميلات يعني. اهلا وسهلا. فدايما كنا بنتكلم مع بعض، فهي قالت لي ده انا كنت بفكر اعمل كذا، فقلت لها طب نعمل كذا. الكلام ده مثلا كان من سنه.
بدأنا نتكلم عن الفكرة، طب نخليها ازاي، طب نبلورها، طب ازاي تبقى مفيدة، طب كذا كذا كذا. بدأنا نحط فكرة شغل وقت ولا فكرة المسؤولية وان هما يشتغلوا كله. بصي كله, كله. انا اوريدي مع جميلة بقالنا سنتين بعمل لها السمر بروجكت بتاعها في الرسومات بتاعتها. أوكي. بس على سكيل بتاعها صغير واصحابنا هما اللي بيشجعونا والحاجات دي. أوكي. وهبه بتحاول ان هي تخلي ولادها يعني سيف مثلا اهتماماته كلها حيوانات، يعني هيقعدوا على الحيوانات بكل اي حاجه بنساله عليها، احنا مسمينه يعني ايه الجينيوس بتاعنا في الحاجات دي، فبنساله على اي حاجه. فاحنا عايزين نستثمر ده مع انه الولاد زي ما انت لسه بتقولي خصوصا الجيل ده هم قاعدين سوشيال ميديا 24 ساعه، صح. بتعلمهم اتكاليه بتخليهم ياخدوا ما بيدوش ما بينتجوش حاجه. فلما لقينا انه في حاجات ممكن احنا نطلع منها ومش بس ليهم، نعمل حاجه بقى لكل الامهات، فيبقى الموضوع بنحاول طبعا مش تيجي من اول مره، مره واثنين وثلاثه على بعض عشان نقدر نطور شخصياتهم ونشغل لهم وقتهم ونحاول على قد ما نقدر نخليهم فعلا يعتمدوا على نفسهم ويحسوا بقيمه الحاجه. نلاقوا بدايل للسوشيال ميديا والشكل التقليدي ليها يعني. طب هبه قد ايه الامهات لما عرضتوا الفكره كانوا انت جيتي الهبه بقى في الامهات لان هبه هي اللي معاها كل حاجه. وانا ما كناش متوقعين يعني احنا لما عملنا الموضوع اصلا قلنا هنعمله على سكيل صغير احنا فوجئنا طبعا، يعني ما شاء الله كميه الامهات اللي فعلا عندهم فكرهم متغير، عايزين ولادهم يشتغلوا ويجيبوا فلوس ويعتمدوا فعلا على نفسهم وينتجوا ويسيبوا الموبايلات شويه من ايديهم، وكميه الاطفال اللي عندها فعلا برودكت مش طبيعيه ما شاء الله ما شاء الله، وحاجات يعني احنا فوجئنا. حلوه جدا. بصي الحلقه ده في بنوته اللي عاملاه من البازار. لا 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 فعلا ده بجد. يعني انت لو شفتي الحاجات اللي هم عاملينها الولاد كلها، لا يعني تحسيش ان ده لا حاجات صغيرة. فعلا تحس يعني حاجات بروفيشنال، شغل فينيشنج عالي جدا جدا وافكار جميله جميله. انا فوجئت بصراحه من كميه الولاد اللي عندهم بروجكت وعندهم انتاج حلو قوي قوي، والامهات كلها فكرها يعني متغير. يعني الامهات هبه حابه الموضوع، حابه ان اولادهم بيعملوا منتجات وكمان قادرين ان هم يعرضوها وكده جدا جدا. يعني هم يعني بيشجعوا مثلا يجيبوا لهم ماتيريال. في وسطي في بس ده يعني كل مندسه بين الجماهير هي اللي خدت الموضوع انه انتوا هتشغلوا احنا مش بنشغل. انا شفت الكومنت ده على صفحتك حرام ولسه صغيرين. انا شايفه يعني جميله وسيف، انا مش شايفه قدامي اطفال صغيرين ولا حاجه، وبالعكس لما حد قدكم يبقى قادر يعمل حاجه ويعرف يتعامل مع الناس، دي حاجه ميزه رهيبه. شيرين الفكره سوري هبه الفكره بس ان الناس اللي قالت كده كانوا فاهمين ان احنا هنشغلهم في اماكن. يا جماعه احنا مش بنشغلهم في اماكن، في سن اوريدي بيعملوا الحاجات دي، لكن الولاد عندها انتاج، فطب انا ادي له مساحه انه يعرض انتاجه ده بشكل بروفيشنال اكتر ويطور منه احسن. ومن هنا جت لكم فكره البازار المعرض. ده اول حاجه، اول جزء. انتوا يعني شحنتونا، عايزين خلينا نشوف انتم يوم الجمعه عملتوا ايه بالظبط. البازار ده كان مقام يوم الجمعه في وسط البلد. خلينا نروح نشوف كده الولاد كانوا بيعرضوا ايه. ان انا يعني اقدر اعمل كده، وان انا لما اجي اكبر هعرف اعمل الحاجات دي. احنا في الاول كانوا مامتي وخس كانوا قاعدين يقولوا لنا ان في بازار للناس للاطفال، فكانوا قاعدين يفكروا في ايدياز ان احنا نعمل الكازنز بيكري. انا مبسوطه عشان ببيع وبشتغل. انا اتفرجت على فيديوز وبعدين قلت لماما عملناها ازاي، بعدين جبنا الصرصال اللي احنا بنعمل بيهم الحلقان، وبعدين عملت الحلقان، وفي حاجات كده بنحطها عشان يعمل السكر، وبعدين حطيناهم في الفرن علشان يكونوا حلقان. احساسي اللي انا مبسوطه. واو حقيقة حاجة حلوة قوي، يعني الواحد مبسوط لما شاف التقرير ده، لأنه جميل أن أنت تشوف الفرحة كده في عيون الأطفال وهم عاملين حاجة ومبسوطين بحاجاتهم اللي عاملينها بإيديهم. بالظبط، إحنا كمان مبسوطين بيهم قوي قوي قوي، مبسوطين بجميلة وسيف جدا. وسيف نبدأ معاك بقى، احكي لنا كده، إحنا عارفين أن أنت بتعمل ستيكرز حلوة قوي. هسألك سؤال أهم بقى تقولي على انت كسبت كام امبارح؟ بعت بقد ايه؟ خشي في ده يا شيرين، خشي في اللي على طول الفلوس. الحياه فلوس دلوقتي.
كسبنا من الستيكرز 320 جنيه حلو من الشيكس اللي عملناه وكسبنا 800 جنيه اوه لا 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 انا عايزه نقطه لا 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 برافو برافو طب ممكن توري للكاميرا ورينا بقى الستيكرز دي ده انت عشان بتحب الحيوانات هو سيف بيقول انه بيحب الحيوانات مين عباس ده انت كاتب عباس مين عباس ده عباس انا جبته هل ممكن تثبتها على الكاميرا بس ثانيه واحكي لنا عن عباس مين عباس ده حيوان انا كنت جبته من حوالي 3 شهور هو حيوان اسمه شوجر جلايدر اوكي ده ايه ده شوجر جلايدر سنجاب مجنح حاجه طائره ده فعلا ولا ده اسطوري ولا ايه ده حقيقي اه والله سنجاب مجنح عشان تعرفي بس ان انا ام دخلت ايه بيتي ما شاء الله لا ده حقيقي حامله كتير ايه عملتي كده ازاي يا هبه شفتي عشان انا ام كول وبحب انمي مهارات ما عنديش مشكله اوكي وايه تاني ستيكرز عندك وايه تاني يا سيف ورينا ايه تاني موجود سميته عباس انا عاجبني انك ما سميتوش اسم اجنبي بالظبط ده ايه بقى ده سبايدر هام كان في فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس فيلم كان نازل من كام سنه اوكي حلو سيف انت يعني امتى جات لك فكره ان انت عايز تعمل الستيكرز دي كان من حوالي شهر من شهر اوكي وسهله يعني ان انت تعملها دي حاجه سهله ولا صعبه صعبه بس ان اعمل ديزاين بعدها بخلي ماما تروح تطبعهم ده ماما ليها دور في الموضوع بس الديزاين ده مش سهل يعني ده الفكر كله بقى حلو طب وانت في البازار بقى احكي لنا ايه اللي حصل معاك التعامل بقى في الناس بتبيع ازاي دي اول مره اولا تبيع صح عملت ايه رحت عادي ما كانش موضوع صعب اساسا يعني رحت بقى ناس كانوا بيجوا يسالوني سعرهم ابيعهم عادي هو بالنسبه لعباس هو انا كنت رافضه الاول على فكره الستيكر بتاع عباس ده يعني قلت ما حدش عارف مين عباس يعني الناس كلها اشترت عباس كل الناس اشترت أيوه عباس يعني مش ممكن جدا عشان كان عنده بعض نقص برافو طب وجميله تجربتك انت كانت ايه انت بترسمي على الصواني زي ما احنا شايفين وايه تاني والكوسترز دي او الحاجات اللي بتتحط تحت الحاجه السخنه اوكي دي برضو تجربتك بقى لها قد ايه زي سيف كده من قريب لا بقالك اكتر قد ايه سنه او سنتين شويه حلوين ده بقالك كتير طب بعتي كام امبارح صراحه بعتي كتير قولي يا جميل بعتي كتير طب 600 بعتي 600 صح لا 600 وشويه كان 700 على فكره اوكي طب التعامل مع الناس في فلوس وانك تقنعي حد تبيعي وكده ماما ساعدتك ولا انت اللي خدتي التجربه مع نفسك انتوا الاثنين يعني انتوا مع نفسكم ولا قعدوا يقولوا لكم من ورا كده هتعملوا كذا هتكلموا الناس بالطريقه دي عشان تشدوهم انه يشتروا منكم؟ لا انتوا مع دماغكم كده مع الماميز كانوا بيشتغلوا واحنا اللي كنا قاعدين كنا بنبيع اي حد بيجي كنا بنقول له السعر وبنقول له دي عباره عن ايه وبتستخدموها في ايه وبيشتروا حبيتي الموضوع طيب يا جميله ولا حسيتيه صعب؟ ان انت تقنعي حد انه يشتري منك حاجه انت عاملاها بايديكي؟ والله انا شايفه الموضوع صعب خالص سهل جدا سهل جدا فعلا وعايزه تكمليه تاني يعني تعملي ده تاني خلاص بقى تبقي رائده اعمال بقى طب استفدت ايه يا سيف من التجربه دي يعني مامتك ونسمه الاثنين بيفكروا هبه ونسمه بيفكروا ان انتوا تبقى عندكم احساس بالمسؤوليه وان انتوا تجربوا تبقوا زي اي واحد شخص منتج يعني شخص مفيد في المجتمع انت حسيت اتغير ايه على اخر اليوم من بدايه اليوم لغايه لما بعت وبقى معاك فلوسك ايه اللي حسيته اتغير فيك بقيت واثقه في نفسي اكتر حلو بقيت عارف ازاي اتعامل مع الناس مثلا اجي ابيع حاجه اعرف اتعامل معاهم ازاي يعني اتعلمت كتير عايزين تكرروا التجربه تاني هما بيزنوا عايزين نكرر احنا عايزين نسالكم بقى يعني الخطوه الجايه ايه بعد البازار وبعد ما انتم شايفين ان هم عجبتهم التجربه وعايزين يكملوها ونجحت فعلا بصي هي الفكره بس مش في البازار يعني هي المبادره مش بازار صح. هي المبادره جزء منها البازار ان احنا بنعرض منتجاتهم بس بعد كده بقى ان احنا نطور كمان الانتاج ده فكان في ديسكاونتد ورك شوبس او ورش عمل مخفضه
في ناس جم ومقدمين ده للولاد في مجالات اللي هم بيعملوها او في مجالات مختلفه لو عايزين مدربين حاجات يعني هيدربوا الولاد بالظبط عشان حتى نفتح مجال ان هم يطوروا الشغل فاللي جاي يبقى احلى يتعلموا ويبقى في حاجه جديده بيعملوها. والجزء الثاني كمان بتاع الفير بتاع ان احنا بندور على نحاول نعمل كولابريشنز مع اماكن تعاون مع اماكن او تعاون مع اماكن ينزلوا الولاد تريننج او انترنشيب وقت هم التيمز دول 16 سنه ينزلوا معاهم تريننج ينزلوا يتمرنوا عشان يدخلوا سوق العمل كده من بدري بحيث ان هم لما يكبروا شويه يبقوا عارفين اوريدي هم عايزين ايه يعني تعجبهم ويبقوا عارفين ان في ميعاد للشغل وفي ميعاد همشي فيه وانا هاخد فلوس عشان الانترنشيب دي عامله ازاي يعيش الاماكن ده من بدري ما استنوش لما يتخرجوا بقى بره ده موجود وعلى فكره هنا طب ولادنا هيقبلوا في الارياف وفي الصعيد بينزلوا الولاد صح. بس بيقف في المحل مع بابا في أيوة. الارض في, أيوة. في سن معين محل برضه مش سن صغير صح. يعني السن اللي مقبول ان هو ينزل يتمرن مش شغل مش اشغال شقه أيوة. بس أيوة. نازل يتمرن يتعلم ان في التزام وفي اعتماد على النفس وفي حاجه اسمها شغل وفي مواعيد وفي اصحى امتى وارتب يومي ازاي ده يفرق جدا معايا. حاجه كمان احنا كل الاورجنايزرز اللي كانوا بينظموا معانا الايفنت كانوا الولاد صغيرين. يعني ولاد صغيرين في الرينج بتاع 15 16 يعني هم اللي بيساعدونا وهم متبرعين ان هم ينزلوا ويقفوا ويساعدوا يشوفوا الولاد لو محتاجين حاجه ده حاجه جميلة هم كانوا يعني عكس ما كلنا متخيلين ان الولاد بتوع دلوقتي مدلعين ومش عايزين شغل بجد انا كان نفسي ان يبقى الحاجات دي قدامي في السن وانا صغيره على فكره كلنا طبعا انتوا يعني بجد عملتوا فكره حلوه قوي بنتمنى ان انتوا تكملوها يا رب. لاننا كمان اكيد هنحب نتابعها معاكم ونتابع الخطوات الجديده ليكم بقى باذن الله. هبه ونسمة طبعا نورتونا بنشكركم جدا جدا على وجودكم معانا وجميله وسيف نورتونا جدا ومبسوطين قوي ان انتوا كنتوا معانا النهارده. المره الجايه تقولوا لنا على البازار الجديد او المكان الجديد عشان نيجي علشان احنا عايزين نشتري اشتروا بس انا مش هندفع فلوس. عايزه اقول لك ان اي حاجه هم الفلوس اللي كسبوها احنا حطيت لهم قدامها زيها بالظبط يعني التوتال اللي انا حطاه بشجعكم تشجيع عشان تشتروا حاجات تانية تعملوا تشتغلوا على نفسكم اكتر صح؟ ان شاء الله نورتونا ويا رب الناس كتير تتعدي من افكاركم الايجابيه الجميله الولاد رائعين والافكار حلوه قوي. نخرج لفاصل ومن بعده نستقبل فقرتنا وضيوفها التانيين خليكم معانا. كل إنسان فينا في الحياة عنده نقطة ضعف وطبعا يعني باختلاف نقاط الضعف اللي عندنا دي أكيد بيجي علينا وقت نبقى حاسين إن إحنا مش عارفين نقاوم مش عارفين نعمل إيه علشان يعني نقطة الضعف دي تقل مثلا أو نقدر إن إحنا نخرج منها ونعدي منها بكل سهولة. هي إن من ضمن نقاط الضعف اللي موجودة عند بعض الأشخاص هي حب الأكل. الناس اللي بتشوف سعادتها في الأكل انا بحب الحاجه دي فافضل اكل منها مثلا كميات معينه مش عارف اتخلص من حبي للشوكولاته مثلا وغيره وغيره بقى من الحاجات والاكلات الجميله يعني اللي بتخلينا ايه رايحين لها من غير ما نبقى عارفين هنقف امتى وازاي وهنعمل ايه. للاسف طبعا في ناس بقى نقطه الضعف دي بتتحول عندهم لمشكله كبيره جدا وحبهم للاكل او لنوعيات معينه من الاكل بتزيد فبيلاقوا نفسهم وزنهم زاد جدا جدا. يعملوا ايه عشان ينزلوا في الوزن؟ يتجهوا لحلول كتير ممكن حاجات منها تبقى غلط يعملوها وللاسف ما تنجحش معاهم لانها مش مناسبه ليهم. ممكن يبقوا في نص السكه ويزهقوا يحسوا انه لا انا خلاص مش هقدر اكمل مش هقدر اخد القرار الصح واكمل ويعني وابقى وزني مناسب. فالحقيقه ان احنا مع حضراتكم النهارده عندنا تجربة هي تجربة شروق رجب هنتكلم عنها وهنعرف عملت ايه علشان توصل لوزن مناسب ورحلتها في الدايت كانت عاملة ازاي وايه الاخطاء اللي وقعت فيها عشان نحاول اننا نتجنبها وهنعرف بقى ازاي نتجنب الاخطاء دي ونختار يعني الحاجات المناسبة لينا او اللايف ستايل المناسب لينا من ضيفتنا اللي منورانا كمان دكتورة نيلي شمس استشاري التغذية العلاجية. فاحنا معانا شروق هتحكي لنا تجربتها ودكتوره نيلي هتقول لنا نصحح الاخطاء ازاي. منورينا ومبسوطين جدا بوجودك. نوركم والله شروق منوره النهارده. القاهره نورت واسكندريه غربت شويه بس لغايه لما ترجع. العلاقه بينكم مش علاقه دكتوره
ويعني مريضه عندها او واحده جايه عايزه تعمل دايت او نظام غذائي، لكن هي ابتدت علاقه شغل وبقت علاقه صداقه وبقت مغامرات على السوشيال ميديا وبنتابعها كلنا وبنستفيد وبنتعلم بطريقه لطيفه جدا بعيدا عن التنمر والسخافات وحكم الاخرين، لان كل واحد تجربته زي بصمه ايده مختلفه عن الثاني. شروق، انا شفت واحد من التعليقات مثلا اللي كتبت يعني انت بتشتغلي مع دكتور التغذيه وانت مش عارفه تخسي، طب دكتورة التغذية لما تبقى المسكلة مديرة مكتبها عندها مشكلة مع الوزن، ده يقول لنا ايه عن الدكتورة ناجحة ولا مش؟ الحاجات دي كتير قوي. اكيد انت سمعتي حاجات كتير، وانا شفت على صفحات تعليقات، وحتى الدكتورة نيلي عملت يعني فيديو عن الموضوع ده. طبعا الدكتورة نيلي صاحبة مكان في السفيرة. أيوة طبعا. فاحنا عشان كده يعني بنبتدي الكلام معاكي. العامل النفسي خطير في موضوع ان الواحد يغير اسلوب حياته ويفكر يعمل اي حاجه، يعني مش بس يخسر وزن، اللي هي على فكره تحدي صعب جدا. اه فعلا. انت قابلتي كل ده ازاي؟ هو يعني بعيدا عن طبعا الكومنتات دي وكلهم مصممين ان انا شيماء، يعني شيماء ما بتخسش. نسيت ان انت شروق خالص. ايوه بالظبط. اشمعنى شيماء؟ افضل اقول لهم يا جماعه والله انا خسيت قبل كده، انتوا بس اللي فايتكم بس شويه تلاقوا شوق. انا فعلا حققت يعني وخسيت قبل كده وزن كبير وانا مع دكتور نيلي 45 كيلو، كان شكلي اتغير تماما. بس بعدين بقى يعني حصل، حملت واتجوزت وحملت، وبعدين بعد بقى الحمل بقى وكانت الكارثه بقى من هنا. ماما بقى عزلتني عن دكتوره نيلي بعد هنا بقى دي المشكله. احنا عرفنا دلوقتي المشكله على فكره. دي فات، دي حقيقه والله. هي مامتها من المدرسه النسويه. ايوه المدرسه النسويه. دول السيدات اللي بيحبوا بيعبروا عن حبهم بالاكل. يعني انا بحبك هاكلك وهعمل لك الحاجه المفيده وهخليكي ترمي بدنك كده. وهي الصغيره بتاعتها. فانا يعني من اول ما عرفت شروق من 8 سنين لحد ما هي اخذتها مني بعد، على فكره دي حقيقه والله، بعد الولاده على طول كنا ماشيين زي الفل. حتى في الحمل الناس كلها كانت ملاحظه انها خاسه وهي حامل، مشينا على نظام غذائي والدنيا زي الفل. دي حقيقه. خلاص ايدي بقى اتشالت من عليها مامتها. خلاص بقى. بس عايزه اقول لحضرتك 40 يوم في السرير ما بتتحركش. ليه؟ انت كنت تعبانه في الولاده ولا ده التقاليد بتاعت التقاليد؟ التقاليد. بس انا تقاليدي بزياده شويه، يعني انا عارفه اللي هو احنا منطق بتجنبك قوي يعني. سندوتشات بقى حلاوه بالقشطه ولازم عشان اللبن والبيبي وعشان تستردي صحتك. كل السنين دي مع دكتوره نيلي ما قاومتيش ولا انت كنت سعيده؟ ما انا بقى انا بقاوم كده كده لان انا بحب الاكل جدا، احب اكل يعني اسعد نفسي بالاكل، اكل اكله حلوه. هنخرج طب هناكل فين؟ لو نروح ناكل فين الجو ده؟ فبس طبعا ما قاومتش، حاجه بحبها وقدامي مباحه. تجربة جديده بالنسبه لها، هي بالنسبه لها ان دي اول بنت، يعني اول بيبي. فبالنسبه لها تجربه جديده، ومامتها قعدت بقى تقول لها واللبن ومش عارفه ايه، وبتعمل لها بقى كل ما هو مغري بالنسبه لها، لان هي بعد يعني هي من مراحل يعني التخسيس اللي عملناها ان هي عملت قبل كده تكميم. فمن بعد عمليه التكميم الايتنج بيهيفير او طريقه اكلها اتغيرت تماما، بقت بتميل للحلويات مع الرضاعه، اللي بيرضعوا بيميلوا للحلويات. لا يعني بعد التكميم ده مش يعني الواحد المفروض بيبقى مش قادر ياكل كميات وبيبقى كل حياته بتتغير، اشمعنى حلويات دي؟ طيب التكميم عمليه بتصغر حجم المعده. ماشي. تمام كده. يبقى انت لو فوليوم ايتر، حد بيحب ياكل كميات كبيره وبيتلذذ بالكميات دي ومش بيقدر يتحكم في الكميات دي، تنفعك عمليه التكميم طبعا بعد ما بتعدي باللايف ستايل انترفنشن او الطريقه الطبيعيه بتاعه التخسيس وبتفشلي فيها. مع حد متخصص فاهم طبيعه جسمك وهكذا. بنلجا للتكميم في مرحله من المراحل. طيب بعد ما بتتكممي بتشيلي حوالي 80% من المعده، بيبقى لك كام؟ 20%. طيب انت بوزنك وبحجمك طبعا في بدايه التكميم بعد العمليه بتخسي كتير، بس ستيل بتبقي محتاجه كالوريز او سعرات حراريه او طاقه بكميات. يعني ما بتقدريش تجيبيها زي بالأكل. الجسم الطبيعي برضو ما هو محتاج. بالظبط. ما بتقدريش تجيبيها بالاكل بقى. فيعمل ايه الجسم؟ مع الوقت بيبتدي يتبدل الهابت او طريقه الاكل لميل لحاجه اسمها انرجي دنس فود، اللي هو الاكل
ما قل ودل، يعني حجمه صغير ويرمي معاكي سعرات اعلى. مدبوسه بالقشطه. الله ينور عليك. شكرا. لو ما خدتيش بالك من النقطه دي، التريبه دي، هتلاقي نفسك بالتبعيه بتبتدي سنيكينج كده او بطريقه يعني ما في مش مباشره بترجعي بالتدريج. عشان كده ناس كتير بتفشل معاهم عمليات التكميم يا دكتوره نيلي. 40% على حسب الاحصائيات، ده مش يعني كلامنا، يعني الاحصائيات اللي اتعملت مؤخرا 40% يبتدوا يرتدوا في الوزن، ممكن ما يرجعوش الوزن كامل، وفي ناس بترجع ده في ناس بترجع اكتر. اه طبعا. وعشان كده ظهرت العمليات اللي هي الريدو، لاعاده التكميم او تحويل المسار بعد التكميم، وده سبب من الاسباب. فهي تعرضت للموضوع ده، خصوصا بقى انه هي محبه للحلويات جدا، وعندها مع زياده الوزن اللي يخلي حبها للحلويات ده قوي، اللي هي مقاومه الانسولين يعني او مقاومه يعني مرض السكري. يعني دي بتبقى حاجه في الشخص، اراده شخص، لا ولا مشكله انه الشخص ده ما كانش مناسب ليه مثلا يعمل العمليه دي؟ لو هنتكلم على العمليه، طبعا في ناس مش مناسب ليها خالص انها تعمل العمليه، زي السويت ايترز، الناس المحبه للسكر اصلا. هي شروق في حالتها ما كانتش اصلا بتحب السكريات، يعني لو تحكي لنا. ده بعد العمليه اللي يعني انا طول عمري قلبوزه، بس بحب الاكل ايه، القط بقى طول ما انا قاعده بالليل حاجات كده، لكن ما كنتش بحب الحلويات فعلا، يعني اي حاجه حلوه بتقريفني كده، مش عايزه بجد. بعد بقى العمليه انا مش قادره اكل، يعني باكل معلقتين خلاص، وانا بحب الاكل، شايف الاكل متضايقه عايزه اكل، اللي هو مش عايزه اخس بس عايزه اكل. فابتديت بقى ايه، الحلويات خفيفه قوي، يعني خفيفه بتتهضم بسرعه وكده، فاديله بقى حلويات وحاجات. فكانت فتره اللي هي النفاس دي فتره ذهبيه طبعا بقى للحلاوه بالقشطه والحاجات العجيبه اللي طنط عملتها. شرعي عشان البيت. المبرر الثاني ان زي ما قلت لحضرتك، في الناس اللي بيبقوا عندهم زياده دهون في الجسم، خصوصا في منطقه البطن، بيبقوا معرضين لمرض السكري، بيبقى عندهم في انسولين هرمون في الدم عندهم عالي، فبيبقى عندهم ميل للحلويات، لان في بعض الخلايا ما بتستفيدش بسكر الدم، لانه الانسولين بيبقى فيه مقاومه ليه. فبناخد دواء معين، هي كانت بتاخده قبل ما تحمل اصلا. فبعد ما خلاص يعني حصل الولاده وبقت بترضع، مش قادرين ناخده لانه ممنوع في الرضاعه، فكل العوامل اتجمعت ضدها. ومن الحاجات اللي اتجمعت ضدها كمان الناس، انت مظلومه طبعا. ايوه. الناس طبعا. الناس ايه بقى؟ الناس ايه تعليقات الناس عملت ان التعليقات السلبيه دي بتاثر فيكي ازاي؟ انا شفت حياتك كنت بتحكي وانت طفله او في المراهقه ان انت بتاخديها بضحك وبهزار. بالظبط. بس انت فضلتي تتعاملي بنفس الطريقه دي مع كل التعليقات السخيفه؟ فضلت كده وما زلت يعني تقلبيها بضحك وكده. ما هعمل ايه، ما هو انا يا هزعل قوي بقى وهنكد على نفسي، وانا انكد على نفسي ليه، ما انا هاكل بقى عشان افرح تاني. هنفضل في الدايره المفرغه دي. ايوه. فباخد الموضوع فعلا بضحك، حتى وكومنتات كتير جدا تفضل كده، طب انت مش بتخسي ليه، طب مش عارفه ايه، طب كان مش عارفه ايه نفع نفسه، ويفضلوا يعني يضايقوا دكتور نيلي. وانا افضل اطبطب. معلش الناس مش فاهمه، بس انه ما فيش علاقه خالص ما بين شكل الشخص او وزنه او ظروفه الصحيه وما بين ادائه في العمل. انا واحده على فكره دارسه اداره مستشفيات ودرستها 11 سنه، فانا اللي ليا عند الشخص هو قدرته على الاداء والمعطيات اللي انا بحصل عليها منه، وشو ربنا يبارك لي فيها يعني. يا رب. دي دراع يمين يعني، دي حد ما حدش هي الناس واخده الصوره اللي هو شروق موجوده معاكي يا دكتوره نيلي وانت دكتوره التغذيه، فازاي تبقى يعني اهل البيت يعني. انا بالنسبه لي شروق لما جت اول مره تعمل الانترفيو، اللي حصل ان انا قلت لها انت هتخسي، لان هي كان وزنها معدي عن كده بكتير. مش مهم توصلي لوزن معين، مهم الاقيكي بتحاولي. وقد كان وهي البنت بتحاول، كون ان ظروفها الحياتيه خلتها بعد ما خسرت 45 كيلو ترجع منهم حوالي 20، ده مش هيخلينا نوقف شغل مع بعض. لا بالظبط، ملوش علاقه خالص. يعني انا ما رجعتش فعلا زي الاول، بس لا يعني 20 كيلو برضو زياده بعد ما خسيت ده فرق كتير. طبعا. انا عايزه اتكلم هنا عن العامل النفسي، لانه كله دي رحله، كل واحد وليه رحلته. بتلعبي ازاي يا دكتور على العامل النفسي؟ لانه فكره انا واحده من الناس مثلا، لو هتقولي لي دايت وتقولي لي ما تاكليش كذا، ببقى عايزه كل اللي انت كاتباه لي عليه ممنوع. أيوة. ده صح. وببقى عندي مقاومه غير طبيعيه. تلعبي على النفسيه ازاي؟ طيب، هو حضرتك سؤالك رائع، لانه الجانب النفسي او تعديل السلوك دي حاجه واقعه من ناس كتير جدا بيحاولوا يخسوا. ويمكن ده تقصير مننا احنا كمؤدي خدمه، ان احنا لما بنشتغل مع الحاله بنشتغل مع علمي فقط، ما بنجيش ناحيه التعديل السلوكي. اول حاجه بقولها للشخص اللي بيحب ان هو يغير وزنه، لما بيجي لي اللي حضرتك قلتيه، انا مش دكتور الدايت ولا هعمل لك دايت. ولا احنا في مسابقه، وفي حاجه اسمها سمول جينز، يعني احنا لو عملنا انتصارات صغيره، خطوات صغيره جدا في الرحله بتاعتنا، في الاخر هنوصل.
وانا القائد في الرحله دي مش حضرتك. يعني انا لو سبت لك القياده انت هتتعامل على حسب التاريخ بتاعك مع الدايت وتجربتك قبل كده كانت عامله ازاي والمرات اللي انت اتخذلت فيها ويئست فيها وحسيت ان انت بعد ما وصلت للهدف رجعت تاني. انا القائد في الحته دي، فانت هتسلم لي نفسك طالما انت جاي وبتقول لي يا دكتوره نيلي ساعديني، انا هساعدك. يبقى تسمع كلامي وانا هقنعك. كل كلمه بقى من دول مقصوده. هقنعك دي يعني بعمل education، انا بعلم حضرتك الصح الغلط المناسب ليكي. الحاجه الثانيه لو انا حطيتك في مود الدايت، يعني حطيتك ان حضرتك دلوقتي هعملك ريستريكشن او هقلل او هشيل فود جروب او همنع النشويات او كذا، حضرتك غصب عنك نفسيا ممكن تطوعيني في الاول، واول ما يحصل اي مشكله او اي حاجه تخرجك بره المود هتحسي انك مذنبه وفي مشكله وان انا هحاسبك وانا وكيل نيابه الاكل بقى. هي القصه كلها تعديل سلوك. ده علم كبير يا جماعه وليه قواعد احنا بنطبقها مهم. ده اللي انا بحاول انشره على فكره عن طريق السوشيال ميديا، والناس مستغرباني. يعني لما بطلع اقول لحضرتك مثلا لو انت بتاخدي حاجه مش مألوف ان هي تتاخد في الدايت، لا تقدري تاكليها. انا هنا بطبق ممكن تنتين على المكرونه انا لا، ما هو المكرونه ده اكل ليه انواع، نوع حلو ونوع وحش، لكن انا بتكلم على حاجات مؤذيه فعلا. انت مثلا متعوده على البطاطس اللي هي محطوطه في اكياس عشان ما نقولش براندات. طب انا دلوقتي يا دكتور مش هتنازل عنها وعايزه اخس، اعمل ايه؟ هقول لك مش همنعك عنها، بس الاول اسمعي كلامي ونطبق قاعده اسمها الباراليليزم، ان احنا ندخل الحلو والوحش بالتدريج هيقل هيروح. انا بحاول اصدر ده بقى عن طريق السوشيال ميديا، عشان كده الناس مش حاسه ان ده مش مألوف وبيهاجمه، لكن هو فعلا دي قواعد تعديل السلوك. تعمليش دايت، نظمي حياتك وركزي انك تكملي، الاستمراريه هي المفتاح. صح. عشان بقى تكملي، اخر حاجه لازم اقولها لكل شخص حابب يخس، لازم تخس بما يليق لك، مش تمشي ورا ترندات. يعني ما تقولش مثلا الله ده التكميم الناس كلها بتخس عليه بتروح تعمل تكميم، لا ممكن الادويه كمان بنشوف ادويه سد الشهيه، برغم ان حاليا ظهر منها على فكره القانوني اللي ينفع ان احنا نستخدمه، ولكن مش بتنفع لكل الحالات. فلازم نبقى مركزين قوي على اللي نافع لينا احنا كشخص. ظروف بيتي ايه، بظبط على اساس ظروف بيتك، وده بنسميه كاستمايزيشن، زي الخياط اللي بيقيف بدله كده. وبنستمر، هو ده اللي هيخلي حضرتك تنجحي في الدايت، ومن هنا النفسيه بتبقى افضل مع كل تشجيع. طب ازاي ما ازهقش يا دكتوره نيلي؟ ازاي وانا في نص السكه ما ازهقش؟ هو ده ان حضرتك ما تعمليش دايت، انك لما تنزلي ريستورنت مثلا في الصيف اللي احنا فيه عايزه تخرجي مع جوزك ولا تخرجي مع اسرتك تاكلي بره، ما اقولكيش ممنوع. اعلمك ازاي تتعاملي، ان لما يحصل خروج بره النظام ما اعلقلكيش المشنقه، اقول لك طب ايه المشكله لما تخرجي بنسبه 20% من الوقت، طالما ال 80% انت بتحاولي. انك ما احطش في دماغك انه الدايت بس هو اللي هيخسسك، لا. الحركه، تنظيم اكلك، الشرب، الميه، تنظيم يومك، النوم، حاجات كتير قوي هنركز عليها، غير ان حضرتك تركزي على فود جروب معين وتزهقي منه. حلو. شروق، في دقيقتنا الاخيره خلاصه تجربتك، انت عملتي ريجيمات وعملتي تكميم ونزلتي وطلعتي وهتخدي التجربه تاني انك تتخلصي من ال 20 كيلو دول. فطمت النهارده على فكره. ايوه مبروك. بنعلن في دي اسئله احنا هنبدا. خلاصه الخلاصه كده بقى للتجربه دي علشان الواحد ينجح ويحقق هدفه الخاص بيه هو، مالناش دعوه بالناس الثانيه. هو فعلا الخلاصه ان لو كل حد ركز مع نفسه وفعلا يعني ما يحرمش نفسه من حاجه. لان انا كنت الاول لما بعمل دايتس كتير قبل ما اعرف دكتور نيلي وكده، خلاص اروح اخد الورقه انزل ادور على اي ريستورانت جنب المكان علشان اكل فيه، انا خلاص رديت ضميري ورحت للدكتور خدت الورقه خلاص. خلاص انا كده عملت اللي عليا. ده في اكس لارج. ده فعلا هو دي حقيقه، ده اللي تحت الدكتور. دي حقيقه. فلا لما نركز وفعلا ما نحرمش نفسنا خالص، يعني انا ما كنتش بحرم نفسي ومظبطه الاكل وكده، كان حلو قوي يعني، كنت ماشيه كويس جدا وده عمل معايا نتيجه. فيعني هي فعلا الخلاصه ان الناس ما تحرمش نفسها خالص من اي حاجه وتمشي بتوازن، ومالكوش دعوه بكلام حد. ايوه يعني بجد مالكوش دعوه بكلام حد. اللي يقول يقول، ما بلاش موضوع التنمر ده ولا كانهم بيقولوا حاجه، على راي دكتور نيلي اديلهم كتف وخلاص. ده ماشي في حياه بالكتف ده، عارفه؟ ابتسامه لطيفه، اوكي ماشي براحتك، بس بجد نركز 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 عشان كمان صحتنا مش عشان حد. يعني صح. اول ما نركز ان احنا نخس عشان نفسنا هو هنعمل حاجه، عشان الناس عمرنا ما هنعمل اي حاجه. صح. حلو. صح والله يا شروق، يعني نورتينا واسعدتينا. انا مبسوطه وان شاء الله البدايه حلوه بقى يعني باذن الله ال 20 كيلو كده يعني تخسيهم على خير مره جايه اجي بقى وتبقي معانا بقى ان شاء الله. لازم يا دكتور نيلي باذن الله. نورتينا يا دكتور نيلي كمان، بشكرك جدا على وجودك معانا. ميرسي يا حبيبتي. خلونا نطلع لفاصل ونرجع مع حضراتكم لآخر فقرة في فقرتنا النهاردة في بيت السفير عزيزة.
أهلا بكم في شخصيات نستها السطور. أنا عزيزة سيد شكري الشهيرة بالسفيرة، عزيزة ولدت سنة 1919 في مدينة ميت غمر، درست في مدرسة الأم المقدسة وتخرجت من الجامعة الأمريكية، فاقت شهرتي حتى أصبحت مثال للمرأة المصرية في التفوق والتميز والتفاخر. أنت هتعملي فيها السفيرة، عزيزة تطوعت بالعمل الخيري وأنشأت أول حضانة في مصر للاهتمام بالأطفال وتحسين صحتهم بمدينة سينديون بالقليوبية. كنت أول سفيرة مصرية عربية بالأمم المتحدة، أنشأت فيها أول وحده تنظيم الأسرة عالميا لمدة 17 عاما، وأنا في منصبي بالأمم المتحدة اهتميت بصحة المرأة عالمية. تم منحي ميدالية التميز من الأمم المتحدة، وإلى الآن تفتخر بالأمم المتحدة وتضع صورتي بجوار صورة الأم تيريز وأنديرا غاندي. شكرا لاستماعكم. هذه السيدة الجميلة الرقية هي السفيرة عزيزة اللي على اسم برنامجنا، واللي عرفتنا بنفسها وحكت لنا عن مشوارها وعن ازاي اصبحت واحدة من الايقونات في مصر. اللي شفناه ده جزء من مشروع للأستاذة رضوى النبراوي، هي كاتبة وصاحبة مشروع توثيق الشخصيات التاريخية بالذكاء الاصطناعي زي ما حضراتكم شفتوا. والمشروع ده هي سمته شخصيات نستها السطور. بيتقال ان احنا في عصر دلوقتي الناس فيها ذاكرتها بقت قصيرة جدا، يعني 24 ساعة والحدث بيتنسي ويجي اللي بعده، ايام والشخص اللي احنا كنا بنتكلم عليه وملء السمع والبصر خلاص وبيجي غيره. ومن هنا كان اهمية وفكرة الأستاذة رضوى أنها توثق لشخصيات مهمة ومؤثرة في حياتنا. ذكاء صناعي على قد ما ناس كتير قلقانة منه على قد ما ليه فوائد بالتأكيد، خصوصا برضو نرجع ونقول أنه بقى معظم الناس مش مهتمين بالقراءة من الكتب الورقية، ولكن بيستخدموا أكتر الأجهزة، بيشوفوا بعينيهم أكتر ما ويسمعوا بودانهم أكتر ما بيقروا ويتابعوا الوسائل التقليدية زي المكتبات والوثائق والبحث وغيرها من الأشكال التقليدية زمان. النهاردة هنعرف أكتر عن المشروع ده ونشوف الأستاذة رضوى واخدانا لفين واخدها الذكاء الاصطناعي لفين ومين اللي بيقود. أستاذة رضوى منورانا. منورانا يا أستاذة. أهلا بك يا شيرين، أنا سعيدة جدا إن أنا معاكم هنا. وشكرا على السفيرة الجميلة اللي قدمتيها لنا. سميلي يا رب يا حبيبتي. وبداية يعني جميلة، الشخصية طبعا مهمة وعظيمة يعني السفيرة عزيزة. وده خلينا يعني نسألك يا أستاذة رضوى، الفكرة جات لك إزاي إنه تعملي توثيق لشخصيات هي موجودة في تاريخنا طبعا وكل حاجه، بس ايه حبيتي كده ان انت تسلطي عليها الضوء وتفكرينا بانجازات شخصيات مهمه ورائعه في تاريخنا يعني؟ هو اللي حصل ان ايام افتتاح محطه صفاء حجازي للخط الثالث للمترو لقيت معظم الناس على السوشيال ميديا يقولوا هي مين صفاء حجازي. انا يعني اتصدمت، يعني جت كده شويه طبعا لانه مش تاريخ قديم ولا حاجه بالزبط يعني بالظبط. فانا استغربت ان يعني بالظبط هي طبعا من عظيمات مسبيرو طبعا والاعلام المصري، فلقيت كتير جدا بيسالوا مين صفاء حجازي. فانا قلت لا، يبقى كده ايه قله الوعي كتيره بقت موجوده. فانا قلت اعمل مبادره اني انا اعرف المجتمع والشباب ونرجع تاني بذكرتنا للشخصيات العظيمه اللي ليهم انجازات عايشه معانا لحد دلوقتي وبنستخدمها لحد دلوقتي. وليه فكرتي بالطريقه دي مش مثلا بفيديو وعليه تسجيل صوتي زي ما احنا عارفين دايما؟ هو طبعا كل واحد في مجال شغله يحتاج ان هو يستخدم التطور التكنولوجي. ده بيقرب الفكره اكتر واسرع، وتلاقي ان الفكره نفسها هتبقى محبوبه للناس ان هي تسمع. عكس ان انا استخدم حاجات قديمه، يعني دلوقتي انا طلعت مثلا صوره السفيره عزيزه هي اللي بتتكلم بنفسها وبتشرح وقالت انا مين. صحيح. فبالتالي تلاقي ان في نسبه مشاهده عاليه وفي اهتمام. ده عنصر جذب يعني بالظبط كده، في اهتمام من الناس ومن الجمهور ان هي تسمع.
لدرجة فعلا أنا جالي كتير جدا معجبين بالفكرة وبالذكاء الاصطناعي في استخدامه للشخصيات. عملتي إيه؟ يعني عملتي إيه عشان تتجهي إن أنت تطلعي الشكل ده، تستخدمي الذكاء الاصطناعي في إننا نشوف شخصية كأن هي اللي بتتكلم؟ هي تقنية لسه حديثة، استخدمت كذا برنامج فيها، علمت نفسي طبعا بيها الأول، قرأت عنها كتير، تعلمت منها خطوات وعملتها فعلا وحقيقي الحمد لله نجحت. بس طبعا انا يعني بعتذر الاول عن عدم جوده اللغه العربيه، عشان الذكاء الاصطناعي لسه لحد دلوقتي ما بيدعمش اللغه العربيه بنسبه 100%. احنا عايشين ده في جوجل مثلا بالظبط. الخرائط في اللغه العربيه فيها كارثه. هل ده هيشتغلوا عليه اكتر؟ انا اتمنى فعلا ان اللغه العربيه يعني تبقى افضل من كده بالنسبه للاستخدام، علشان نشوف توافق الصوت مع الجمل مع كده، يعني بالتالي ده تطور هيحصل اكيد. بالظبط يعني. هو تطور هائل جدا على فكره. رائع فعلا في توصيل المعلومه، بيقابل يعني بيطلع مهن جميله ان انت تطوري من نفسك. يعني انا كمجالي في الاعلام، لا انا طبعا استخدم التطور التكنولوجي ده في مجالي واطوره يكون افضل. وفعلا الحمد لله الفكره نجحت. يعني نقدر نستفيد ازاي منه؟ يعني الذكاء الاصطناعي بالشكل ده، بالشكل الخاص بصناعه المحتوى والفيديوهات وكده. بس هو احنا نستخدمه كتصور ايجابي في جميع المجالات على فكره، مش مجال الاعلام فقط، في حتى المجالات المهنيه زي الطبيه او الهندسيه. بس بنستخدمها بس بتطور اكيد، بس بما ان مجال حضرتك اعلام بس بنستخدمها كتطور ايجابي، زي الفيديو اللي انا عملته ده حاليا. انا كتبت منه مقال وحطيت الصور الموثقه، وفي نفس الوقت عملت الفيديو اني خليت الشخصيه نفسها تحكي عنها. نقدر ان احنا نستخدمه بالاسلوب ده، وهنلاقي فعلا في عامل جذب مهم جدا. مين الشخصيات اللي حضرتك اهتمتي تكون ضمن مشروعك غير السفير عزيز؟ لا بصراحه يعني هم شخصيات يعني رائعين ويستاهلوا فعلا احنا نسلط الضوء عليهم. اولهم طبعا محمد سيد ياسين، شخصيه عظيمه انا بالنسبه لي، زي عمل من الفسيخ شربات. شخصية رائعة ومحدش عارفها خالص، وإيه هو بالنسبة له الإنجاز بتاعه؟ إنجازين. وسائل للنقل العام، الأتوبيس اللي احنا شايفينه ده حاليا. أيوة. جات له فكرته بسيطة جدا، فكر فيها بطريقة جميلة جدا. إن في يوم وهو في اسكندرية، كان في شتاء، كان أيامها سنة 1920. كان في نوى وكده، وكان الوسيله المواصلات المحدوده بالظبط كده. ده مهندس محمد سيد ياسين. كان وسيله المواصلات كانت الحنطور. وقتها اصحاب الحناطير ضربوا السعر في 7. هم ما عجبوش الفكره، هو كان عنده عربيتين نقل. فقال ايه، طب ما انا افكر ايه، احط كراسي جنب بعض واعملها زي وسيله نقل كده. يعني بدايه تاخد عدد اكبر، بدايه اتوبيس النقل العام كان هي دي الفكره، هي دي عربية نقل عام، عربية عربية نقل بالظبط كده، عربية مقاولات. اه مع التطور طبعا الشعب طبعا الاول ايه مش واخدين عليها، استغرب الفكرة اكيد بالظبط، لحد ما سبحان الله يعني اتعودوا عليها وبقت هي الوسيلة العام المهمة جدا ولحد دلوقتي. وعمل انجاز ثاني تاني مهم. الانجاز الثاني بتاعه ده ان برضو حاجة بسيطة، ان الواحد بيستغل كل فرصة قدامه ان هو يعمل انجاز. هو مؤسس اول مصنع للزجاج والبلور في مصر. كنا الاول بنستورد الكوبايات اللي كان مكتوب دايما عليها من تحت ياسين. ايوه صنع في ياسين. ما كانش في بيت مخلي ما فيهوش خالص. صحيح. هو كان ماشي كده في فيليته ولقى سبرتايه كده برضه في العشرينات يعني. مكتوب عليها صنع في بلجيكا. طب انا ليه اصنعها في بلجيكا رغم ان انا ممكن اصنعها هنا؟ الله، الغيره يعني بالظبط كده. شوفي الفكر فين. فهو فعلا وقتها راح وطلب سلفة وطلعت حرب ووافق عليها واقتنع جدا بالمشروع ودعمه. ومن هنا انشئ اول مصنع للزجاج والبلور في مصر. مصنع ياسين للزجاج. ايوه. طب مين المستهدف من كل الافلام دي او من التوثيق ومشروع حضرتك؟ اللي انا بصراحه بستهدفه من انا اول حاجه اسلط الضوء على الشخصيات دي ان هي تستحق. طبعا. ومنها استفاده للشباب. يعني هدف حضرتك الاول الشباب اللي بيستخدم التكنولوجيا بشكل كبير. بالظبط. نستفيد، جذابه ليهم يعني. بالظبط. نستفيد مثلا نشوف مثلا ممكن نعمل حاجه بسيطه نقدر نستخدمها في زي الذكاء الصناعي. طب احنا ممكن نستخدمه يعمل لنا حاجه حلوه. حاجه يطور من نفسنا.
انا هو ده الاستفاده المهمه بالنسبه للشباب، ان احنا ما شاء الله طبعا ايام العشرينات ما كانش فيه تطور هائل زي التطور الحالي اللي احنا فيه. اكيد بالظبط. فيعني هو ده هدفي الاساسي، ان احنا نستخدم التكنولوجيا في التطور المهم في جميع المجالات مش مجال واحد بس. تمام. طيب فكرتي في يعني في الخطوه اللي جايه هتكون ايه يا استاذه رضوى؟ مثلا هتعملي شخصيات اكتر، هتبداي تستخدمي التكنولوجيا دي بشكل تاني علشان اشوف المحتوى متطور بشكل اكبر؟ بالظبط. انا حاليا طبعا دلوقتي معايا ما شاء الله شخصيات كتير من نساتها السطور. انا اختصيت لحضرتكم كده بكم شخصيه بس، شخصيات طبعا مميزه جدا، والشخصيات التانيه برده مميزه جدا باذن الله. الخطوه اللي بعد كده هعمل مبادره برده دي هتبقى جميله جدا، نساء سطرنا التاريخ. الله. حلو. بالظبط كده. ان شاء الله مصممين برنامجنا. بالظبط. بالظبط كده. فدي ان شاء الله باذن الله نساء سطرنا التاريخ هيكون المبادره اللي بعد كده ان شاء الله، وبالذكاء الاصطناعي برضو. الحاجات دي موجوده على منصه خاصه بحضرتك ولا ممكن انه اي حد بيبحث يقدر يلاقي تحت العنوان ده؟ يعني طبعا انا متاحه للجميع يعني. بالظبط. انا متاحه للجميع عن طريق السوشيال ميديا عموما. طبعا هي يعني اقرب حاجه لحضرتك للجمهور. على فيسبوك حضرتك حاطه الحاجات دي؟ ليا صفحه على الفيسبوك طبعا فيها جميع اعمالي. ده اقرب حاجه للجمهور ان انا اقدر اوصلهم طبعا بجانب القنوات الفضائيه. طب شايفه الناس يعني اعجبوا بالفكره، حابين يعرفوا شخصيات اكتر بالطريقه دي ويشوفوها كان هي اللي بتتكلم وكده، يعني ردود الافعال كانت عباره عن ايه؟ هي في الاول، اول ما انا ما بدات وحطيت شخصيه المهندس محمد سيد ياسين لقيت الناس تجاوبت، فبعد كده انا مخليه ان انا كل جمعه بنزل شخصيه من شخصيات نساتها السطور، ولقيت يعني فعلا ما شاء الله ناس كتير بتستنى الشخصيه ليوم الجمعه. اول ما انزلها يعني ما شاء الله بلاقي استجابه، فده اثبت لي فعلا الناس مهتمه ان هي تعرف، الناس مبسوطه ان احنا بنسلط الضوء على شخصيات هي ما تعرفهاش. صحيح. بالظبط. زي شخصيه برضو نجيب باشا محفوظ. صحيح. هي طبعا شخصيات كتير وثرية وكلها شخصيات مميزة اكيد هنتابعها يعني من خلال طبعا صفحاتك. بالظبط يا استاذة رضوى. تنورتينا وبنشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة. الله يخليكي يا رضوى، انا سعيدة في المبادرة واحنا اسعد. الله يخليكي يا رضوى، ما تحرمش منك يا حبيبتي، انا سعيدة جدا ان انا معاكوا وان انتوا سلطتوا الضوء على الموضوع ده. اكيد اكيد. احنا شرف لينا النهاردة، كانت حلقة بجد مفيدة، قابلنا شخصيات كتيرة جذابة وتعلمنا كتير ونورتونا عقولنا. بنشكر كل ضيوفنا اللي شرفونا النهارده، بنشكر حضراتكم على المتابعه. وانا بشكرك يا شيرين وبشكر حضراتكم. الله نورتي يا شيرين. شكرا. شكرا لحضراتكم، ونتقابل في حلقه جديده من السفير عزيزه. باي باي.